بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو الشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار فيما التمنى علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.